وحول جهود الدولة في توفير السلع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بجهد هائل لتوفير كافة السلع للمواطنين وأضاف مدبولي أن أي زيادة في أي سلعة في الخارج تتأثر بها الدولة بصورة أو بأخرى أسعار الوقود اللي زادت بصورة غير مسبوقة أسعار تكلفة الشحن الشحن زاد ثلاث أضعاف شحن عادي قيمة تكلفة أي شحن بيحصل زادت ثلاث أضعاف فنتخيل أن أي سلعة إحنا بتجيلنا يعني أنا معلش أنا لك كده ببساطة شديدة الألم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته محطوط فيه كل حاجة تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل أو الشحن اللي بتيجي من بره فلما تكلفة الشحن لوحدها تزيد ثلاث أضعاف وطبيعي هتسمع في السلعة جنبا إلى جنب مع ده موضوع التغيرات المناخية وابتدت تحصل مشاكل في, حد في عدد من المناطق ويمكن احنا شاهدناها السنة دي اكيد كلنا شعورنا الشتاء اللي جه السنة دي غير مسبوق فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في, في المنتجات الزراعية فده أدى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم أنا بتكلم هنا على العالم كله ومصر جزء من لا يتجزأ من, من العالم فكل ده أدى إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع في عدد من السلع وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدوله كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع